كل يدري انك يمنية. انا شوف، انا بيتابعوني 3 مليون في سنابي، وبصرح اني اقول يا جماعه انا ماني سعوديه، انا اهلي سعوديين بس انا الوحيده يمنيه، يعني ما بين اهلي كلهم انا الوحيده يمنيه. والنعم، والنعم فيك، ما والنعم عليك بأهل زول. اليمن. وكأروى صرحت وقالت إن هي يمنية، لأن قلت لك كم الرسائل اللي وصل لي اليوم في إنه يقولوا لي إن أنت مو سعودية، كان كم هائل بآلاف الرسائل وعلى الواتساب، يعني يابا رقم تليفوني يا أروى. فأنا استغربت يعني من الوضع اللي صاير. الحسد الحسد وفي بعض العنصرية، عنصرية غريبة أنا ماني عارفة ليش. نعم، عنصرية من وين يعني؟ والله أنا ماني عارفة صراحة كمية العنصرية اللي جايتني هجوم علي أنا بالذات شيء مرة غريب، فما يعني ما أدري ليش صراحة، أنا ما أعرف ليش. يلا إن شاء الله وفوق يا رب. هذا أنا ما بيهمني لا انتقاد، أهم شيء مش حياتي، ما حياة ولدي، هذا أهم شيء عندي، ما همني رأي أي أحد فيني، أنا مقتنعة بنفسي، أشوف نفسي أنا مرة شيء حلو، خلاص هذا أهم شيء عندي. نعم.